السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف، لو أنا عملت ملف وسحبت عليه الملفات الـ NWC، إزاي أتأكد إن هم سلام ولا لأ؟ أقول له أبنت وأبدأ أختار الملفات ديت. أوكي، بيبدأ يظهر عندي هنا في سيليكشن تري، على أساس إن أنا أقدر أعمل سيليكت على كل العناصر وأبدأ أشوفهم بالشكل دوت. طيب، في خاصية هنا موجودة لما ندوس على بروجكت هنا، هتلاقي ديت بتديني معلومات عن الملفات، واذا كان في اي مشاكل بيبدا يقولها لي، يعني الملف مش كامل، في حاجه ناقصه، فبيبدا يقول لي. فاهم؟ مثلا بيقول لي ورنينج نان، ورنينج نان، الملف ده ان دبليو سي، وهكذا بيبدا يجيب لي الملفات كلها ويبدا يقول لي. في ملف هنا اللي هو بتاع الاستراكشر، بيقول لي في فاميلي هنا فيها مشكله، وجايب لي اسم الفاميلي، فهتقدر تتاكد منها، وهكذا بيجيب لي المشاكل. فدي اسلوب حلو على التاكد من ملف عرفت كويس، لان انت ممكن يكون الملف فيه مشكله فمش ظاهره العناصر اللي هنا، وانت تعتقد ان التصدير ما كانش محطوط سيلكشن كويس، بينما هو كان موجود بس في بعض المشاكل. هنا بيقول ان في فاميلي هنا فيها مشاكل، فتقدر تخش على الريفت وتعمل سيرش على الفاميلي ديت وتصلحها ويتصدر تاني لل NWC.